كامله ديما معكم الصوم كير ماندي صق شككت شعري بزيت الكوك الاصلي هذا هذا المحك بالضبط ايوا دابا غنمسح التفرين ديالي بالديسولفون كناخذ الديسولفون هذا كنوري بالنسبه للبنات اللي كيقولوا لي عافاك راه تشاركي معنا كلشي كندير الديسولفون هذا صافي غير بحال هكا وغنمسح الضفار ديالي باش بلاتي ماما جيتي تبعتيني ودغيا كيتمسح هذا راه براتيك ماشي بحال الاخرين هانتوما دغيا ها زوين الصراحه ناجمني كناخذو من بيم على فكره دغيا حيت انا كنبغي نبدل الصباغه تقريبا كل شويه ما كنكمل بها حتى نص ساعه راكم عارفين ضروري كتمسح سيليا نعم شكون هذا ما كتلغوات لا حتى الميكيات كانت كتفرش ماشا دابا بغات واحد الخدمه اخرى كتعيط لها ماما غونوي حيت فيهم واحد الجرانه صافي كيف ما قلت لكم بالنسبه لوجهي غندير ليه واحد القماش خفيف قبل ما ندخل ندوش وعاد ديك الساعه ملي ندوش غندير قماش بحال ماسك ما غاديش نقومي بالجهد غنستعمل ديال اللي كنت كنشاركهم معكم المهم غنستعمل دابا هذا القماش هذا باش غنقومي وجهي مزيان ومنين غندوش غندير غير واحد بحال شكل ماسك هو قماش ولكن انا كنديرو على شكل ماسك هذا ديال الزعفران كنخلي غير واحد شويه صافي وكندير غير بيديا هكا باش ما نجرحش لابو مورتوش كتكون سونسيبل صافي ومن بعد غادي ندير غنستعمل لاكام ديالي ديال فيتامين سي غنشاركها معكم بزاف ديال البنات اللي خداوها من عندي في التيك توك وفيسبوك كيدخلوا عندي كيقولوا لي رشا عافاك شاركي معنا الطريقه ديال الاستعمال في اليوتيوب وفي الفيديوهات في التيك توك غنشارك معكم كلشي ما تحرك عندنا البرد جا عندنا داك الجو ديال الكابه داك الجو ديال الضبابه والبرد وما عندك فين تمشي وكذا هو اللي عندنا اليوم هذاك الجو بالضبط وانا من النوع اللي دغيا كنتاثر خصوصا لابو هنايا في وجهي انا كيولي كله حمر وكيتمشق ويديا من هنايا من الفوق الوغ ضروري كيخصني نتهلا في راسي ملي كيوصل هاد الوقيته هذا ديال الشتاء والخريف وهذا كيخصني ضروري نتهلا في راسي زياده يعني اكثر من الايام الصيف ولا الايام العاديه فهاد الجو هذا كيخصني ضروري نزيد نتهلا في راسي ونرطب سورتو لابو كتبغي تيدغاتا كل وقت كل شويه واليدين والرجلين ضروري تيدغاتا وتقشرات اختي تقشرات جا وقت تقشرات عاوتاني رجيلات يوليو جداد رجيلات كيبقاو كيشقشقو مع ليدغاتاسيون والتقشرات يا سلام كيبقاو رجيلات غزالين صراحة الله ايوا هذا ما كان دابا نحيدو عندنا بعد التفرين هكا يوم ما بقيتش صايبت لوجي الا بغيتوني نهضر لكم على لوجي ديال التفرين وسميتو والتجربه ديالي معاه درتو ثلاثه المرات المهم بغيتو نهضر لكم على التجربه ديالو علاش ما بقيتش عاودتو نهضر لكم عليه صافي قوميت وجهي غسلتو غير بالماء ما درتش الصابون هانتوما كتشوفوا لابو من بعد ما بقيت كنستعمل هذيك لاكام ديال فيتامين سي صراحه لقيت راحتي عليها و ديجا انا كنستعملها من قبل غير ما كنتش كنداوم صراحه نتيجه واعره يا سلام اختي نمشي ناكل شي حاجه وعاد ديك الساعه غندخل ندوش بس الزيت في شعري بالنسبه لشعري راه تبدلات ليه لا كولور ولا دابا بحال غادي الاكاجو حيت درت ليه الحنه
صورت باش نشارك معكم لا فيديو، لقيت مسحات ما فهمت والو، ما عرفتش علاش. درت الحنه ودرت الكركادي ودرت قهوه وشنو اخر، ودرت الزيوت، كاع الزيوت اللي عندي تقريبا كلهم درتهم في الوصفه. الوصفه ديال نص القدام وديكشي صراحه طلعت واعره، حسيت بشعري ولا كيتعاج، سورتو مع السيروم اللي كنت شاركت معكم ديال فيسوان. عجبتني النتيجه، غزاله غزاله بزاف. وانا راه قطعت شعري باش زعما يتحيدوا لي بوينت وباش ياخذ واحد الحيويه جديده. صراحه انا مرتاحه حاليا بالنسبه لشعري وبالنسبه لابوالي جيت حدا الشرجم. انتوما it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love to give. Something's الدوش ديالي بيد ماني طاب العشاء طفيت عليه. انا العشاء عندي ديما راه كيطيب 12 ديال النهار، كنكون طفيت على العشاء الا تعطلت الوحده. المهم انا خد دابا هذا القماش هذا اللي قلت لكم عليه ديال الزعفران، انا غنديرو على شكل ماسك وغنخليه واحد شويه وغنكومي غير شويه باش ما يجرحش ليا لابو، حيت من بعد الدوش كتكون لابو سونسيبل. دايره غير التليفون حاطه غير فوق الفوطه فوق المرايه. من بعد ما غسلت وجهي بالماء كيف ما قلت لكم وشفتوا، دابا غادي ندير هذا الماسك طابل ديال ليصاغ زوينين. هاد لاكام البنات غزاله، الا لقيتو عند شي واحد تيبيعها حداكم غير خدوها غزاله. وبالنسبه للبنات اللي كيقولوا لي بغاو يكومونديو، راه نخلي لكم نمره التليفون هنايا كومونديو. وحنا كنديرو اثمنه اللي هي ارخص من بزاف د البلايص. حيت الشعار ديالنا هو تهلاي فراسك على قد جيبك وبحاجه زوينه اللي غتستافدي منها ماشي باي حاجه. فوالا الماسك ديالي هو هذا. Jumping puppy, puppy world, where like a fairy tale comes true. It might be your good time, pumping sweet cake, cookie friends. Well, this is my place for you. Night and day. Rain the whole day till on Sunday. I'm waiting for a shining day. Might be singing, might be murmur, might be love letters. من بعد ما غسلت وجهي من هذاك الماسك كيف ما قلت لكم، بعد ما دازت تقريبا 25 دقيقه غادي ندير دابا السيروم ديال فيتامين سي حتى هو. ما شاء الله شوفوا كتبقى لابو نقية وكتبان صحية 100% بلا فلتر بلا حتى شي حاجة، كتعطيك واحد الثقة في النفس صراحة. دابا من بعد ما درت سيروم غادي ندير هاد الكريم هذا ديال لي سيغم، واخا انا ما عنديش لي سيغم ولكن دائما
كنديرو. كنت خديتو العادل شحال هادي، عادل من الناس المعكازين ما كيستعملش. ايوا انا دابا كنستعملو لي سان بحال هكا. الوقايه خير من العلاج. دابا غادي نستعمل لا كريم ديال فيتامين سي حيت ما غنخرج ما والو، نبقى غير في الدار. فيها بحال ريحة الليمون. شوفوا انا هادو اللي كيبانوا لكم هنا خالات ولا عمات ولا المهم. اما فريمون بالنسبه لبلاصه الحبوب ودوك لي طاش وداكشي كله مشى فحالو. صافي دابا كما العاده غادي ندير لاكريم ديالي اللي قلت لكم كندير فيها الكركدي باش كتعطيني واحد التوريض على الخديدات بحال هكايا تكون طبيعيه. السر اختي السر. وغندير منها هكار بحال هكا. هذا هو الروتين ديالي قبل وبعد الحمام. كنقدر نبدل غير لاكام، كنقدر نخدم ديال الكولاجين وديال فيتامين سي حتى هي. دابا غادي ندير واحد الحاجه اللي كنساوها كاملين، هي اننا نعتنيو بالشفيرات ديالنا الرموج. من الماسكارا ديال فيتامين سي والايلاينر ديال فيتامين سي بجوج بهم. ايوا باش نتهلاو في الرميشات حتى هما وكنكونوا بيان ابي في اي وقت. فراسكم بشرار طبا. دابا غادي نمشيو نديرو السيروم ديال فيسوان لشعرنا، نشفوه مزيان بالسيشوار وصافي. راني جوع قبل ما نمشي نصايب شعري، ناكل واحد شويه شلاضه. هنايا ديجا صايبت شلاضه، صايبت عديسه في الطاجين احسن اكله عند عادل. شحال هادي هو تيطلبني عليها ما صوبتهاش ليه، اليوم دايره ليه سوربريز. العدس طايب في الطاجين واو، عرفتوا كيفاش كيجي؟ يا سلام. المهم انا كلش بيضتي وغنرتاح شويه عاد، حسيت براسي هي انا غنرتاح شويه عاد نوض بين ما نيتي نشف ليا شعري عاد باش نوض ندير له السيروم ديال فيسوان ونشفو بالسيشوار وصافي. انا ساليت ونوجدو الطبيله العشاء حيت حنا السبعه تقريبا كنتعشاو مع كيدخل عادل كنتعشاو. انا اختي مشيت ارتحيت شويه، تفرجت فواحد الفيلم شبعت بكا، فيلم رومانسي وديكشي والنهايه كانت زوينه. المهم شبعت بكا عيني تنفخو. ايوا جيت اختي نجبد العود باش نشف شعري ونسرحو وميم طون حيت غدا ان شاء الله خارجه، عندي بزاف ديال الامور غدا ما يتقضى ونهار ديال الجره كوم دابيتود. غدا ان شاء الله نهار عمر ما كان غير جري عليا نجري عليك، يعني ضروري شعري خصو يكون مسرح باش نكون مرتاحه. الو غنشفو بعدا وعاد غندير ليه هذاك سيرو. السيشوار كان شاحل يلا وزيدو. المهم كنستنى السيرو هذا اللي فايت شاركته معكم. كما قلت لكم انا شعري راه ديجا قطعته باش كياخذ واحد النفس جديد وكيولي كتولي فيه واحد الحيويه جديده، ماشي بزاف انا صراحه نقص غير شويه. غنزيد نشفو بالسيشوار عاد باش غندير السيروم. Eating up the sweetest candy, waiting up the rainbow.
شفت شعري صافي ما بقاش فيه كاع داك الماء. غادي ندهن دابا شوم. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you. درت عديسه ودرت معها ربيع وبصيله وميطيشه ودرت معها كويرات صغيورين ديال الكفته ودرت معاهم زيودات وصافي. شنو درتي؟ ايوا ايوا My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love to give. Something's telling me this time. Baby, baby, now I know. برافو سيليا، ما عجبتكش؟ عشاقة ملالة. السلام عليكم احبابي، فوالا اليوم رشا بيوتي بارفان جابت لكم باقة متنوعة من العطور من اروع الماركات، زوينين وكيحمقوا. تقدروا تختاروا 8 ديال العطور من اختياركم، سواء صنف رجالي او نسائي، او لا تخلطوا بيناتهم بجوج في الباك ديالكم ماشي مشكل. والتوصيل فين ما كنتي في المغرب فابور. كاينين بزاف ديال لي مارك دي بارفان، كاينه بالنسبه للبنات لايف، ايفيدونس، دياموند، سكوندال، مارفاي، جادور، بلاك اوبيم، لافي بيل، ايمي ماي سكري، إليغانس، غود جيرل، سويت روز روز، سويت روز نوار، سويت روز روج. وبالنسبة للعطور الرجالية كاينة السوفاج، بلاك، تروفي، 777 حمراء، وحتى الكري، فيرساتيل، لاكوست، بلو دو بارفان، فالنتين، وزيد وزيد. هادشي كله تقدروا تاخدوه من الكونت انستغرام اللي غنخلي لكم اسفل الفيديو. وهادشي كله غير ب 199 درهم، وتوصيل فابور فين ما كنتي في المغرب، اي فين ما كنتي، لي بارفان اولا الكوموند ديالك توصلك حتى لعندك.
ما عليك غير تقطع الطلبيه ديالك وتصيفط الكونت انستغرام اللي غتلقاه اسفل الفيديو، ودائما الجديد مع رشا بيوتي بارفان. وبالنسبه للبنات اللي كيقولوا لي ما عندناش انستغرام، دخلوا عندي غير لي كومونتير وخليوا لي ميساج وانا غنتواصل معكم في البريفي هنايا في تيك توك، حيت بزاف ديال الناس كيقولوا لي ما عندناش انستغرام رشا، ما عندناش فيسبوك، كيفاش غنقدروا نتواصلوا معاك؟ خليوا لي ميساج وانا نجاوبكم في البريفي ديال تيك توك. يكفي اننا نتابوناو عند بعضياتنا وكنقدروا نصيفطوا لي ميساج بيناتنا عادي. بالنسبه للناس اللي كيسولوني واش يقدروا يضاعفوا شي بارفام، لي بارفام اللي غياخذوا في الباك ديالهم راه تقدروا تضاعفوه قد ما بغيتوا، تقدروا تدوبلو البارفام اللي هو عزيز عليكم بزاف اولا المفضل ديالكم في الباك ديالكم.